دلوقتي الباور سوينج ديتكشن للريد 607، السيتنج زد ام ار بي اس بي موجودة في الامبيدنس بروتكشن. خش على الباور سوينج ديتكشن، هي دي الباور سوينج زي ما قلنا انه بيحصل نتيجة ديسكونكت للهيفي لود، او ان في وحدة جنريتور حصل لها تريب، خروج وحدة جنريتور او ديسكونكت للهيفي لود. بستخدم الباور سوينج ديتكشن عشان اميز بين حالة الباور سوينج وبين حالة الديستانس بروتكشن، ولو اتميزت وعرفنا ان هي حالة باور سوينج فبعمل بلوك للديستانس بروتكشن، وبالتالي احمي الريلي من الفولس تريب. نظرية العمل هو هنا بيشتغل عن طريق الانر والاوتر زون، يعني انا بعمل انر زون وبعمل اوتر زون وبشوف الامبيدنس خلالهم هتقعد قد ايه. المفروض ان في الباور سوينج تقعد وقت اطول منه في حالة الفولت، يعني لازم تقعد وقت طويل ما بين، وقت طويل يعني وقت اكبر من السيتنج زي ما هنشوف قدام، في وقت طويل ما بين الانر والاوتر كاركترستيك. اهو it based on the measurement of the time it takes from the power swing transient to pass through the impedance between the outer and the inner characteristic. المفروض ان هو يكون ايه، يقعد وقت كبير نسبيا او اكبر من السيتنج عشان اميز ان ده باور سوينج، وعشان اعمل بعد كده بلوك للديستانس بروتكشن او بلوك للسيلكتد زونز من الديستانس بروتكشن. بالنسبه للكاركترستيك بتاعه الباور سوينج، فزي ما احنا شايفين كده الكاركترستيك بتاعه الباور سوينج والكاركترستيك بتاعه اللود انكروشمنت مضمونين في رسمه واحده، بس هنا اللود انكروشمنت مش زي الفيس سيليكشن موجود باي ديفولت بيعتمد على السيتنج بتاعته، ان انا اكبر السيتنج عن الفيس سيليكشن بحيث ان هي تخرج وما تظهرليش بره الرسم. هنا في سيتنج مخصوص للود انكروشمنت ممكن اظهره بيه واخفيه، اللي هو الاوبريشن ده ممكن لو عملت اوف يبقى اللود انكروشمنت مش هيظهر، ولو اون يبقى اللود انكروشمنت موجود معايا. وان يكن زي ما هنشوف الفاليوز اللي طالعه من اللود انكروشمنت واللي بستخدمها في الباور سوينج كاركترستيك اللي هي الدلتا فورورد والدلتا ريفرس، زي ما هنشوف دلوقتي الفاليوز دي لو انا شلت اللود انكروشمنت عملت اوف، الفاليوز دي هتفضل موجود تاثيرها في الباور سوينج كاركترستيك. في الباور سوينج كاركترستيك الكاركترستيك نفسها بتعتمد على values بيتم حسابها من اللود انكروشمنت، فاحنا لازم نبتدي بحساب الفاليوز دي اللي هي الدلتا فورورد والدلتا ريفرس من اللود انكروشمنت الاول، وبعد كده نخش على الباور سوينج كاركترستيك. فاحنا في الاول هنشوف اللود انكروشمنت السيتنج بتاعه هنرسمها ازاي وازاي نحسب منها الدلتا فورورد والدلتا ريفرس، وبعد كده ندخل في الباور سوينج كاركترستيك انر واوتر. اللود انكروشمنت في السيتنج زي ما احنا شايفين هنا في الرسم فيها ليها انر وليها اوتر، تمام. هو في السيتنج جايب لي الاوتر بس، يعني جايب كسيتنج قيم الريزيستيف اوتر فورورد واوتر ريفرس، وعن طريق مالتيبليكيشن انا بضربه في الفورورد بقدر اجيب الايه الريزيستيف انر فورورد، ومالتيبليكيشن تاني بضربه في الريفرس بقدر اجيب الايه الريزيستيف انر ريفرس. المالتيبليكيشن ده برضو جاي في السيتنج، يبقى لو عايزين نحسب الايه الانر الريزيستيف انر للفورورد للود انكروشمنت هو عباره عن المالتيبليكيشن اللي هو اسمه ايه KLD ار فورورد، بضربه في الريزيستيف فورورد للاوتر كاركترستيك بتاعت اللود انكروشمنت. المالتيبليكيشن ده المفروض ان هو بيكون اقل من الواحد للزنوه، تمام. نفس الكلام في الريفرس، اهو لو عايزين نجيب الريزيستيف للانر في حالة الريفرس هو عبارة عن الريزيستيف للأوتر في حالة الريفرس مضروب في مالتيبليكيشن ريفرس، مضروب في مالتيبليكيشن ريفرس، يبقى هو في اللود انكروشمنت بيجيب لي حاجة، بيجيب لي الكاركترستيك بتاعة الأوتر الريزيستيف في الفورورد والريزيستيف للريفرس في حالة الأوتر، وبيديني المالتيبليكيشن اللي بيتضرب في كل واحد فيهم عشان أجيب الإنر.
طيب الدلتا فورورد هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة ما بين الاوتر والانر. يبقى بعد ما بجيب الانر بطرح الاوتر من الانر بقدر اجيب الدلتا فورورد، ونفس الكلام في ريفرس. بعد ما اجيب الانر في ريفرس بطرح الاوتر من الانر، وبعد كده اقدر اجيب الايه؟ الدلتا ريفرس. لما جبت الدلتا فورورد والدلتا ريفرس خلاص اشيل بقى الانكروشمنت ونخش بقى في الـ رسمه الكاركترستيك بتاعت الايه؟ بتاعت الباور سوينج نفسه. في الباور سوينج هو مديني كسيتنج، مديني سيتنج الانر، ومن خلال الدلتا فورورد والدلتا ريفرس بقدر اجيب ايه؟ بقدر ازودها على الانر واجيب الاوتر. يعني هو كسيتنج مديني كل حاجه للانر، مديني الار 1 اللي هي ار 1 اف انر ريفرس، والار 1 اف انر فورورد، ومديني الار 1 لاين انر، تمام، ومديني الاكس 1 انر فورورد، ومديني الاكس 1 انر ريفرس. كل السيتنج ليه الانر. طيب الاوتر، الاوتر عباره عن الانر وبزود عليه الدلتا فورورد. يعني الاكس 1 اوتر فورورد هو عباره عن الاكس 1 انر فورورد وبزود عليه الدلتا فورورد ده، والاكس 1 اوتر ريفرس هو عباره عن الانر ريفرس وبزود عليه الايه؟ الدلتا ريفرس، وازود عليه الدلتا ريفرس. نفس الكلام هنا اهو، نفس الكلام هنا اهو، الار 1 اف انر ريفرس لو زودت عليه الدلتا ريفرس يبقى انا هجيب ايه؟ الار 1 اف اف ايه؟ اف اوتر ريفرس. ونفس الكلام في الار 1 اف انر فورورد، هزود عليه الدلتا فورورد يبقى احنا هنجيب الار 1 اف اوتر فورورد. تمام، وده اللي هو شرحه هنا اهو. فاحنا ايه للتلخيص كتبنا ازاي نرسم الباور سيرنج الباور سوينج كاركترستيك. اول حاجه ستيب 1 هنحسب الدلتا فورورد والدلتا ريفرس من اللود انكروشمنت سيتنج. تمام، هو هنا السيتنج اللي جايبها لي اللي هو الار الار لود اوتر فورورد والار لود اوتر ريفرس والمالتيبليكيشن في حاله الفورورد والمالتيبليكيشن في حاله الايه؟ في حاله الريفرس اللي هم هنا اهو. ادي الار لود اوتر فورورد والار لود اوتر ريفرس والمالتيبليكيشن في حاله الفورورد والمالتيبليكيشن في حاله الريفرس والانجل، الانجل بتاعه اللود انكروشمنت اللي هي دي ثابته اللي هي دي. تمام، فادي السيتنج المعطى الاوتر فورورد والاوتر ريفرس والاثنين المالتيبليكيشن. بقى نحسب الانر، بقى كالكوليتد الانر. الانر هو عباره عن الاوتر فاليو مضروبه في المالتيبليكيشن بتاع الفورورد. يعني في حاله الفورورد ليها مالتيبليكيشن وفي حاله الريفرس ليها مالتيبليكيشن. يعني الريزيستيف للانر للفورورد هو عباره عن الاوتر مضروب في المالتيبليكيشن في حاله الفورورد. دول ايه؟ الريزيستيف للريفرس بتاع الانر هو الاوتر ومضروب في المالتيبليكيشن بتاع الريفرس. يبقى من الاثنين دول قدرنا نحسب الريزيستيف فورورد انر والريزيستيف ريفرس انر للود انكروشمنت. طيب ناتج طرح الاثنين من بعض هو الدلتا فورورد في اتجاه الفورورد، وناتج طرح الاثنين من بعض في اتجاه الريفرس هو الدلتا ريفرس. يبقى الدلتا فورورد هو عباره عن ديستنس بتوين انر واوتر ان فورورد دايركشن، والدلتا ريفرس ديستنس بتوين انر واوتر ان ريفرس دايركشن. يبقى الدلتا فورورد عباره عن ايه؟ هي عباره عن الريزيستيف اوتر فورورد ناقص الريزيستيف اوتر انر فورورد، والدلتا ريفرس هي الريزيستيف اوتر ريفرس ناقص الريزيستيف انر ريفرس. تمام، ناخد بالنا من نقطه مهمه من الدلتا فورورد ان هو المفروض ان هو موجود فين؟ في الربع هنا اهوت الاول والرابع، والدلتا ريفرس المفروض ان هو في التاني والتالت. تمام، ده كده الايه؟ حسبنا الدلتا فورورد والدلتا ريفرس من اللود ايه؟ من اللود انكروشمنت. نخش بقى على الستيب 2 اللي هي الباور سوينج كاركترستيك. الباور سوينج كاركترستيك الرسمه بتكون كالتالي. طبعا انا عامل لونين، لون احمر ولون اسود عشان اميز فين الدلتا فورورد وفين الدلتا ريفرس. تمام، او الاحمر هو الدلتا فورورد اللي هي الدلتا فورورد اللي هي المسافه بين الانر والاوتر. تمام، والاسود اللي هي المسافه بين الانر والاوتر للريفرس. فاحنا زي ما قلنا
السيتنج اللي جاي للباور سوينج هو جاي للانر. فكسيتنج انا عندي الار 1 اف انر فورورد والار 1 اف انر ريفرس، الاكس 1 انر فورورد الاكس 1 انر ريفرس، وجاي الار 1 ال ايه لاين انر اللي هي بتاعه الانر باوندري. هحسب ايه الاوتر. هنحسب الاوتر. الاوتر هو عباره عن الانر زائد الدلتا فورورد في اتجاه الفورورد والدلتا ريفرس في اتجاه الريفرس. يبقى بالنسبه للريزيست بريتش الار 1 الار 1 اوتر فورورد هو عباره عن الانر فورورد زائد الدلتا فورورد، والاوتر ريفرس هو عباره عن الانر دي مكتوبه اوتر بالغلط، تمام. المفروض هنا انر بدل الاوتر، دي المفروض انر، يبقى عباره عن الاف انر ريفرس زائد الدلتا ريفرس. نفس الكلام الاكس 1 اوتر فورورد هو عباره عن الاكس 1 انر فورورد زائد الدلتا فورورد، والاوتر ريفرس هو الانر ريفرس زائد الدلتا ريفرس، تمام. يعني ادي الار 1 اف انر ريفرس هزود عليها الدلتا ريفرس يبقى جبت الاوتر. نفس الكلام في الايه، نفس الكلام في الفورورد. ادي الار 1 اف انر فورورد زودنا عليها الدلتا فورورد جاب لي الايه الاوتر في اتجاه الفورورد. وادي الاكس دي الانر، اكس 1 انر فورورد هزود عليها الدلتا فورورد يبقى جاب لي الايه الاوتر فورورد. اتجاه الريفرس هزود عليها الار الدلتا ريفرس يبقى جاب لي الاوتر ريفرس. وناخد بالنا من نقطة مهمة، ان ده طبعا ميل الاوتر والانر كاركترستيك هو نفسه ميل اللاين انجل، هو نفسه اللاين انجل، تمام. دي موجودة برضو في نقطة مهمة وهي حساب الانر ريسيستيف كاركترستيك في الربع الاول اللي هو ده، تمام. ده زائد الحته دي اللي هي الايه الار 1 لاين انر. يعني عشان اجيب الريزيستيف في الربع الاول اللي هو الربع اللي فيه ميل ده بـ 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 بجمع الار 1 اف انر فورورد زائد الار 1 لاين انر. نفس الكلام هيبقى في الربع الرابع في حاله الريفرس، بجمع الار 1 اف انر ريفرس اللي هي الحته دي، تمام، زائد الدلتا ريفرس زائد الدلتا ريفرس، تمام. ده كده الايه الكاركترستيك بتاع ال بتاع الباور سوينج انر واوتر. هو هنا ايه اللي في ال عشان برضو تو افويد اللود انكروشمنت، يبقى ريزيستيف ريتش از ليميتد ان فورورد دايركشن باي سيتنج بارامتر ايه ار لود اوتر. يعني عشان اتجنب رسمه اللود انكروشمنت يبقى انا لازم ايه السيتنج بتاعه اللود انكروشمنت اخليها بره، يعني اخليها اكبر من السيتنج بتاعه الزونات سواء الزد انر او الزد اوتر. ده كده الايه الكاركترستيك بتاع الباور سويت. البيزك ديتكشن لوجيك طبعا اول حاجه لازم يكون التيار اللي هيشوفه الريلي يكون اكبر من سيتنج معين المينيمم اوفريت كارنت. ده السيتنج ده بيبقى موجود في اغلب البروتكشن فانكشن عشان يعمل التيار اللي بيعمل سيميوليشن، او التيار زي ما قلنا اللي هيشوفه الريلي يكون اكبر من 10 او 20% من الاي بي يونت، عاده بتكون من 10 ل 20% كده، تمام، عشان يقدر ايه يديتكت فولت. طيب اول حاجه هنخش على الاوبريتنج ايه مود لللوجيك بتاع الديتكشن بتاع الباور سوينج. الاوبريتنج مود ده بيعتمد على الديتكشن، هل هي هتكون لسنجل فيز واحده ولا هتكون لاثنين على الاقل. فانا عندي اتنين مود، عندي 1 اوت اوف 3 وعندي 2 اوت اوف 3. ال 1 اوت اوف 3 يبقى الديتكشن هيتم على فيزه واحده بس من الثلاثه، اي فيزه من الثلاثه. والتو اوت اوف 3 هيتم على الاقل على فيزتين. وفي نقطه هنا مهمه لازم نقولها، انه مش معنى ديتكشن بيتم على فيزا او بيتم على فيزتين يبقى الفولت سنجل فيز او ايه او تو فيز، لان الباور سوينج في الاصل لازم يكون 3 فيز فولت. الباور سوينج دي حاله بتتشابه مع ال 3 فيز فولت،
انما لو هو سنجل فيس فولت او تو فيس فولت يبقى هي اكيد مش حالة باور سوينج، يبقى انا مش لازم اعمل اللوجيك بتاع الباور سوينج اصلا. طيب امال القصه بتاعت الديتكشن دي ايه؟ القصه ان هو تحت في الباور سوينج، الباور سوينج لوجيك نفسه عامل ريكفرنج للنقطه دي، ان هو عامل انهبت للباور سوينج فانكشن لو هو في ريزيديوال كارنت، يعني لو عطل ارضي سنجل فيز او تو فيز هتلاقيه عامل انهبت للباور سوينج، لان ده خلاص كده مش حاله، مش هنختلف ان هي حاله ايه باور سوينج، هي فولت، هي فولت تمام. يبقى مش معنى الديتكشن بيتم على سنجل فيز او فيز او تو فيز من الثلاثه يبقى الفولت حاصل سنجل فيز فولت او دبل فيز فولت، الفولت لازم يكون ثري فيز فولت عشان نقدر نطبق الايه الباور سوينج فانكشن. طيب انا عندي هنا اتنين سيجنال الزد اوتر والزد انر، هو مخليهم اوتبوت من الفانكشن عشان اقدر اعمل زي زون ريتش، اهم الاوتبوتس اهم زد اوت زد انر، وهتلاقيهم موجودين في الاوتبوتس بتاعت الفانكشن اهو اوتر وانر، دول باخدهم بعمل فيهم زون ريتش للانر والاوتر باوندري بتاعت الباور سوينج. هنخش على الديتكشن لوجيك. الديتكشن لوجيك ده فازة واحدة وابليكابل على الفازتين التانية، يعني ده لل L1 وهو هو ناخده نطبقه على ال ايه ال L2 و ال L3. طيب اللوجيك بيبتدي ان الامبيدنس تخش ما بين الانر والاوتر، اهو ادي زد اوتر L1 دخلت ومش جوه الانر، يعني ما بينهم هما الاتنين، ما بينهم هما الاتنين دي عندي حالتين، يا اما تخش ما بينهم هما الاتنين وتقعد طيب اكبر من التي بي واحد، يا اما تخش ما بينهم هما الاثنين وتقعد تايم اقل من التي بي واحد وتخرج تاني. فلو احنا هنمشي ان هي قعدت اكبر من التي بي واحد يبقى لا، يبقى هيكتف لي السيجنال دي بواحد، هتخش على الاند جيت دي، هستنى دخولها الزد انر وبعد كده اعمل ديتكشن للباور سوينج. بمعنى انه لو فضلت ما بين الزد انر والاوتر مدة اكبر من التي بي واحد بعد كده دخلت الزد انر، دخلت الزد انر خلاص يبقى ايه هيديتكت باور سوينج، هيعمل بلوك على اي ديستانس باور ديتكشن. دي اول حالة. الحالة التانية اللي هما بيسموها الكونسيكوتيف باور سوينج، اللي بيحققها المسار اللي هو فيه التي بي 2. كونسيكوتيف باور سوينج معناه الباور سوينج المتتابع، يعني لابد من حدوث باور سوينج مرة اولى وانه يدخل الامبيدنس تدخل للزد انر، واول ما تدخل للزد انر تطلع تاني وتقعد وقت اقل من الويتنج تايم او التي دبليو، بعد كده تدخل ما بين الزد انر والاوتر عشان تقعد زمن اكبر من التي بي 2. هنا بقى المره دي هيبقى اكبر من التي بي 2 مش اكبر من التي بي 1. فالكونسيكوتيف باور سوينج او المسار التاني معناه حدوث حالة باور سوينج متتابعة، يعني حصلت مرة بعد كده خرجت بعد كده حصلت تاني. ففي المرة التاني، في المرة التانية المفروض ان هو هيقعد ما بين الانر والاوتر زمن التي بي 2 اكبر من التي بي 2 مش اكبر من التي بي 1. يعني لو عايزين نشوف الحالتين، انا عندي اول حالة الامبيدنس دخلت قعدت ما بين الزد انر والاوتر تي بي 1، بعد كده دخلت جوه الزد انر هيترب، المفروض كده هيحصل باور سوينج بلوك، يعني زي ما هنشوف قدام لو في امبيدنس هتتاخر بزمن التي ار 2 زي ما هنشوف الازمنه قدام. فدي الحاله الاولانيه اللي هو حاله لما يكون ما بين الانر والاوتر زمن اكبر من التي بي 1 بعد كده يخش للزد انر ويفضل جوه الزد انر. الحاله الثانيه هو دخل ما بين الزد انر والاوتر وقعد فعلا زمن اكبر من التي بي 1 وقام داخل جوه الزد انر، بس اول ما دخل جوه الزد انر طلع بسرعه، اول ما طلع طلع بره خالص بره الزد اوتر، قعد اقل من التي دبليو اللي هي الايه الويتنج تايم، يعني لف ورجع تاني. لو رجع تاني يبقى المره دي هيختلف الكاركتيريا، هتختلف مش لازم يقعد زمن اكبر من التي بي 1، لا هيقعد هنا المفروض زمن اكبر من التي بي 2، والتي بي 2 اقل من التي بي 1، والتي بي 2 اقل من التي بي 1. وبعد ما يقعد بينهم زمن اكبر من التي بي 2 لو دخل جوه الزد انر هيحصل باور سوينج بلوك. يبقى دول الحالتين بتوع الباور سوينج، الباور سوينج ديتكشن. نلاحظ انه في الحالتين تي بي 1 وتي بي 2 شرط بعد ما يكون قاعد ما بين الاثنين الفترتين دول سواء تي بي 1 او تي بي 2 شرط ان هو يكون دخل زد انر. الاند جيت دي، الاند جيت دي شرط ان هو يكون دخل زد انر تاني بعد ما ايه بعد ما قعد ما بينهم
ما بين الزد انر والزد اوتر سواء تي بي واحد او تي بي اتنين، شرط ان هو يدخل الزد انر. تمام، وهنا طبعا دخوله للزد انر، دخوله جوه الزد انر المفروض يخلي السيجنال اللي طالعه من الاند جيت ده هي بصفر، بس احنا يعني انا شايف انه ممكن يكون اللوب دي بتحافظ على السيجنال دي، بتخليها بواحد على الاقل، على الاقل لحد ما يحصل ايه، لحد ما السيجنال تطلع من الاند جيت دي بواحد ويبقى في لاتش، لان المسار ده لاتشنج، المسار ده لاتشنج، فممكن اللوب دي بتعمل لي لاتشنج على السيجنال دي بتخليها لي في واحد، لان هو المفروض ان هو طالما دخل زد انر يبقى هو ما عادش ما بين الايه، ما عادش ما بين الاوتر والانر، فالمفروض السيجنال دي تبقى بصفر. فممكن تكون اللوب دي بتحافظ لي على السيجنال بواحد لحد على الاقل ما يعمل لاتشنج على نفسه عن طريق المسار، عن طريق المسار ده. تمام، وادي الزد، الزد اوتر ال 2 ال 3 الاثنين اور جيت دي، بس هو بيقول لي ان اللي بيحصل في الفازه الاولانيه ممكن يحصل للثانيه والثالثه. هو ايه اللي هنا الابر بارت، تمام، ار دوبليكيتد فور ال 2 وال 3. طيب انا دلوقتي عملنا ديتكشن، ديتكشن لفازه واحده، وممكن زيها نعمل للثانيه والثالثه. ده بقى المود اوف اوبريشن اللي هو ال 1 اوت اوف 3 اللي اتكلمنا عليه، وال 2 اوت اوف 3. ال 1 اوف 3 هيديتكت ايه؟ واحده بس، دي اور جيت اهي، واحده بس. ال 2 اوت اوف 3 انا عايز على الاقل اثنين، على الاقل اثنين، دي ثلاثه اند جيت كل واحده شايله ايه؟ اثنين، شايله ديتكشن لايه؟ لفيستين. طيب بالنسبه بقى للوجيك بتاع الاوبريت بتاع الستارت سيجنال بتاع الباور سوينج نفسه، انا عندي الستارت سيجنال دي بتطلع بعد الديتكشن، سواء كان ديتكت 1 اوت اوف 3 او ديتكت 2 اوت اوف 3، هيختار منهم هما الاثنين حاله، هيشوف الحاله اللي هتحصل ايه، على شرط ان ما يكونش حصل اي حاله من حالات الانهبيت اللي احنا هنشوفها، اللي احنا هنشوفها كمان شويه. يبقى بعد الديتكشن، بعد الديتكشن المفروض انه يحصل ستارت. طيب احنا عايزين نعرف ايه هو التي هولد، تي اتش ده اسمه تي هولد، وعايزين نعرف الريليز والبلوك، الريليز الريل سنجل فيز والبلوك سنجل فيز، او الريل تو فيز والبلوك تو فيز. هو بيقول هنا ان السيلكشن بتاع الاوبريتنج مود ده بيتم عن طريق الكونفيجريشن، بيتم عن طريق الكونفيجريشن، عن طريق اكتفت واحد من السيجنالز اللي هي الريليز سنجل فيز او الريليز تو فيز. السيجنالز دي موجوده في ليه؟ موجوده في الفانكشن بلوك نفسه اللي هو هنا اهو، ادي ريليز سنجل فيز، بلوك، بلوك سنجل فيز او ريليز تو فيز وبلوك تو فيز. طبعا لو انا عايز اكتف ال 1 اوت اوف 3 مود دي انا بعمل ايه؟ هروح للريليز سنجل فيز واعملها ترو، ترو يعني هخليها واحد على طول، وهنعمل البلوك بتاع السنجل فيز اوف او فولس، والريليز تو فيز فولس، والبلوك تو فيز فولس. والعكس لو انا عايز اكتف الريليز تو فيز، يبقى دول انترنال سيجنال بيستخدموا ان احنا بنعمل يوم اكتف او دي اكتف للايه، للاوبريتنج مود. البلوك دي بتعمل لي بلوك على المود بتاع ال 1 اوت اوف 3، والريليز بتعمل الريليز على ال 1 اوت اوف 3 مود. ممكن نشوفها من هنا اهو، ادي الريليز سنجل فيز فولس، بلوك سنجل فيز فولس، وراح يعمل ريليز تو فيز دي ايه، دي ترو، والبلوك تو فيز فولس. فهنا كده احنا عملنا اكتيفيشن لل 2 اوت اوف 3. ترو دي موجوده من البلوك ديجرام اللي اسمه ايه، فيكسد سيجنال. ترو معناه ان هي اون على طول، والفولس معناه ان هي ايه، اوف على طول. تمام، طيب يبقى اختيار ال، اختيار الاوبريتنج مود بيتم عن طريق الايه، الكونفيجريشن، ملوش سيتنج يعني. اللود انكروشمنت زي ما قلنا لو عايزين نخفيه، نخفي الكاركترستيك بتاعه بس، نعمل الايه، الاوبريشن لود سي اتش دي اوف، دي موجوده بقى كسيتنج، دي موجوده كسيتنج اهي، نروح نعمل دي كده ايه، بدل ما هي اون تبقى اوف. اوف دي هتشيل لي الكاركترستيك فقط كرسمه، انما هتخلي لي التاثير بتاع الدلتا اف فورورد والدلتا، الدلتا فورورد والدلتا ريفرس موجود، لان انا محتاجهم في حساب الكاركترستيك بتاعه الباور سوينج نفسها. ف
تمام. فانا لو لغيتهم او لو خليتها اوف معناه ان هو بس هيشيل لي الكاركترستيك بتاعه النود انكروشمنت من الرسمه بتاعه الباور سوينج، انا هيخليها لي ايه باور سوينج فقط، هيخليها لي باور سوينج فقط. هو هنا قايل لي ذا كاركترستيك ويل ان ذيس كيس بي اونلي كوادراتشر، يعني هتبقى بس للباور سوينج. انما هو بيقول لي نوت ذات دلتا فورورد اند دلتا ريفرس ويل ستيل كالكوليتد فروم، يعني تاثيرهم هيفضل موجود، تأثيرهم هيفضل موجود. طيب بيقول لي أنا عندي أربع حالات لحالات الانهبت، أربع حالات ممكن أعمل يوم انهبت للباور سوينج فانكشن. أول حاجة إن أنا أكتف سيجنال البلوك اللي موجودة في الفانكشن دايجرام، أدي هنا عندي الفانكشن دايجرام في هنا كده سيجنال بلوك، ممكن أكتفها، أكتفها بأي سيجنال. هي عادة بتتأكتف في الفيوز فيلير. لو رحنا كده وشوفنا هو الابليكيشن، مش راضي يرجع لي. ديستانس بروتكشن تمام، ادي البلوك اهي متاكتفه بالفيوز فيلير. يبقى دي اول حاجه ممكن تعمل بلوك، دي كده اول طريقه من طرق الانهبت للفانكشن نفسها تمام. اهو بتعمل انهبت للاوت ستارت سيجنال. تاني طريقه اللي بتستخدم فيها التايمر تي ار 2، دي طريقه بتعبر عن السلو باور سوينج او بيسموه الانستيبل باور سوينج. ايه قصه السلو او الانستيبل باور سوينج؟ دلوقتي انا عندي الامبيدنس دخلت ما بين الزد انر والزد اوتر وقعدت الفتره سواء كانت تي بي 1 او تي بي 2 في حاله السبسيكوانت باور سوينج. بعد دخولها الزد انر، بعد دخولها الزد انر معناه ان ده بقى انستيبل كيس للباور سوينج، لان الباور سوينج المفروض حاجه خفيفه كده، المفروض بتحصل في الشبكه وتروح على طول ما بتطولش، المفروض ان هي ما بتطولش. لو طولت بيسموها انستيبل باور سوينج، معناها كده ايه؟ ان الشبكه ما قدرتش تعمل ريكفر لنفسها وتلغي تاثير الجنريتور مثلا اللي طلع او المسبب لحدوث الباور سوينج. لو الشبكه ما قدرتش تلغي التاثير ده في وقت محسوب مثلا ثانيتين او ثلاث ثواني، ولقينا الامبيدنس داخله في الانر ولقينا ان هي ممكن تخش كمان جوه اي زون اوف بروتكشن للديستانس بروتكشن، انا لازم اعمل، لازم الغي الباور سوينج، لازم الغي الباور سوينج. هو عاده الباور سوينج بينزل بيه اتنين لوجيك، مش بلوجيك واحد، بلوجيك للبلوك يبقى الباور سوينج بلوك، وبلوجيك تاني للتريب بيسموه اوت اوف ستيب تريب. اللوجيك بتاع البلوك لو هو قعدت ما بين الزد انر واوتر فتره بعد كده خرج التاني، يعني لو هي قعدت ما بين الانر والاوتر مثلا فتره اكبر من فتره السيتنج، خلاص هيفعل لي الباور سوينج بلوك فانكشن، هيفعلها لي. بس هيفعلها لي المفروض لوجيك، المفروض بعد كده الايه الباور سوينج ده يطلع تاني لو هو ستيبل، لو هو ستيبل المفروض بعد ما يقعد فتره صغيره جدا يطلع تاني بره الاوتر. انما لو دخل جوه الانر، لو دخل جوه الانر وفضل مكمل وفضل قاعد فتره، يبقى ده كده ان ستيبل. يبقى انا كده لازم اعمل تريب للمسبب للباور سوينج عشان ما ياثرليش على بقيه الشبكه. خلاص انا كده عرفت ان في مسبب حصل لي عمل لي باور سوينج في الشبكه، والمسبب ده تاثيره لسه موجود، او الباور سوينج ده تاثيره مده موجود مده كبيره. يبقى خلاص انا لازم افصل المسبب ده. لو كان جنريتور مثلا جنريتور يونت، يبقى انا لازم افصل اقرب محطه، او نعمل نفصل حتى الجي اي اس بتاعت الجنريتور يونت ده، او الجزئيه الخاصه بيه اللي سببت لي حدوث الباور سوينج. عشان كده بيقولوا ان في الغالب اللي بيكون بعيد عن المسبب للباور سوينج او الباور بلانت، بعيد عن اي حاجه بتسبب باور سوينج، ممكن نخلي ناكتف فيه الباور سوينج بلوك فقط. انما كل ما هو قريب من اي حاجه بتسبب لي زي الجنريتورز، زي محطات التوليد، كل ما هو قريب من محطات التوليد او اي حاجه ممكن تسبب لي باور سوينج، انا لازم احط فيه الاوت اوف ستيب تريب، لان انا لازم
احط في اعتباري ان ده ممكن، ان الباور سوينج ده ممكن مدته الطول ممكن يبقى ان ستيبل، ممكن السيستم ما يرجعش ما يقدرش يعمل ريكفرنج لنفسه تاني ويرجع لنقطة الاتزان. فانا لازم وقتها افصل المسبب ليه لحدوث الباور سوينج عشان ما ياثرليش على بقية الشبكة، عشان ما ياثرليش على بقية الشبكة. فدي الاوت اوف ستيب فانكشن، والاوت اوف ستيب فانكشن بيعمل تريب مجرد دخوله الايه الانر، يعني كمان مش لازم استنى دخوله لاي زونز اوف بروتكشن، انا بمجرد ما يخش جوه الانر كاركترستيك بتاعه الباور سوينج يبقى خلاص ده كده ان ستيبل، يبقى انا هعمل تريب، يبقى انا هعمل تريب. بس طبعا الكلام ده مش خاص في ايه في الريلي عندنا، فالاي بي بي مستخدم بس الايه الجزئيه بتاعه البلوك بس، مش مستخدم الاوت اوف ستيب تريب. فهنا اللوجيك انه لو دخل في الانر هيقعدهولي اللي هي التي ار 2 دي، هيقعدهولي زمن التي ار 2 دي غالبا بتبقى ثانيتين، غالبا بتبقى ثانيتين. بعد الثانيتين يبقى خلاص ده كده ان ستيبل، يعني ثانيتين وفضل مكمل ده كده ان ستيبل. ان ستيبل يعني ايه؟ يبقى خلاص شال البلوك، هيعمل ايه بتاع البلوك؟ لو في اي ديستانس بروتكشن اشتغلت بعد التي ار 2 هيتربها مش هيعمل بلوك، انما خلال التي ار 2، خلال التي ار 2 هو عامل بلوك، هو عامل بلوك. تمام. فانا لو عندي اي ديستانس بروتكشن اشتغلت، لو عندي اي ديستانس بروتكشن اشتغلت مش هتترب الا بعد التي ار 2، مش هتترب الا بعد التي ار 2، يعني بعد اما البلوك بتاع الباور سوينج يتعمل له انهابت. تمام. هو هنا اهو انا عندي ديتكشن حصل، سواء كان 1 اوت اوف 3 او 2 اوت اوف 3، ادي ديتكشن. اول ما يحصل الديتكشن هيعمل ستارت للبلوك، وفي نفس الوقت هيقوم رايح عامل اكتيفيت للتي ار 2 يبتدي يعد بقى. يبقى اول ما يدخل الزد انر يبتدي التايمر بتاع الايه التي ار 2 يتاكتف ويفضل يعد ثانيتين. خلال الثانيتين دول الستارت سيجنال اللي هي بتاعه البلوك خلاص شغاله، بعد الثانيتين دول، بعد الثانيتين او بعد التي ار 2 يعمل انهابت، فاي فولت يجي ايه يترب على زمن الفولت او يترب بعد التي ار 2. تمام. طبعا انا عندي هنا شرط في التي ار 2 ان هو ما يكونش في حاجه بتعمل له بلوك. البلوك 101 ده بنعمل بلوك على الانهيبت بقى، اهو بلوك انهيبت في حاله السلو، في حاله السلو سوينج كونديشن دي تاني ايه حاجه بتعمل بلوك. طيب تالت حاجه بتعمل، انا اسف، تاني حاجه بتعمل انهيبت للبلوك، تالت حاجة بتعمل انهبت للبلوك هو تأثير وجود الريزيديوال كارنت اللي احنا اتكلمنا عليه في حتة ال 1 اوت اوف 2، 1 اوت اوف 3 و 2 اوت اوف 3. قلنا انه مش معنى وجود الديتكشن بيتم على فازة واحدة او فازتين ان هو سنجل فيس فولت او دبل فيس فولت، لانه بمجرد ما نتأكد ان هو مش 3 فيس فولت المفروض نوقف اللوجيك بتاع الباور سوينج، لان اللوجيك بتاع الباور سوينج ما بيتمش الا على 3 فيس فولت. فهو ده، دي النقطة اللي بتعمل انهبت للبلوك لو في ريزيديوال كارنت. فلو في ريزيديوال كارنت يبقى خلاص ده كده عطل ارضي، ما هو 3 فيس فولت، يبقى نوقف نعمل انهبت للبلوك بتاع الباور سوينج، نعمل انهبت للبلوك بتاع الباور سوينج. فهو قال لي انهبت إذا activated after the time delay اللي هي الـ TR1 if an air fault appear during power swing، بس لازم يكون الباور سوينج ايه detected before the air fault. تمام. فلو طلعنا كده للوجيك هنلاقي انه السيجنال ده اللي داخله للاند جيت دي، السيجنال دي اللي هي الايه الديتكشن بتاع الديتكشن بتاع الباور سوينج. لو حصل باور سوينج وفي نفس الوقت دي نافي، ما حصلش اي نود تشيك دي اللي هي الايه الريزيديوال كارنت، بيشوف لي في ريزيديوال كارنت ولا لا. يعني لو ما فيش ريزيديوال كارنت وحصل باور سوينج وما فيش حاجه تعمل لي بلوك على الانهيبت دي، اللي بلوك 0 2 دي اللي بتعمل بلوك على الانهيبت، لو حصل الكلام ده هستنى 10 مللي ثانيه. يبقى هستنى في حاله الباور سوينج من غير ريزيديوال كارنت على الاقل 10 مللي ثاني، 10 مللي ثاني. بعد كده هدخل في الاند جيت الثانيه. الاند جيت الثانيه انا عندي دي بقت السيجنال دي بواحد اللي هي في حاله باور سوينج ومفيش ريزيديوال. السيجنال الثانيه اللي بتكتبها هي ايه؟ هي لما يكون في ريزيديوال، يعني بعد الباور، بعد حاله الباور سوينج ب 10 مللي ثانيه
لو حصل ايرث فولت، لو حصل ايرث فولت فالسيجنال دي بقت بواحد والسيجنال اللي جايه من فوق دي بواحد، فهي اكتب لي المسار ده اللي هو بعد التايمر ده هيعمل لي انهبت، بعد تي ار واحد هيعمل لي انهبت. طيب التايمر ده اللي هو العشرة مللي ثانيه ده موجود ليه؟ احنا عندنا دلوقتي السيجنال اللي طالعه من الاند جيت دي اللي هي باور سوينج من غير ايرث فولت هتستنى 10 مللي ثانيه عشان تبقى بواحد. طيب في حاله لو الايرث فولت بقى موجود بعد الباور سوينج، الايرث فولت بقى موجود، يبقى السيجنال اللي نازله للاند جيت التاني ده هيبقى بكام؟ هتبقى بواحد، بس السيجنال دي خارج الاند جيت ده هيبقى بصفر المفروض، لانه خلاص حصل حاله ريزيديوال كارنت، يعني الحته دي هتبقى بصفر اللي هي المنفيه دي كده هتبقى بصفر، في خارج الاند جيت دي هيبقى بصفر، خارج الاند جيت هيبقى بصفر، بس مش هيصفر لي الاوتبوت بتاع الاور جيت اللي هو رايح كانبوت للاند جيت التانيه دي، مش هيصفره لي الا بعد 10 مللي ثانيه، مش هيصفره لي الا بعد 10 مللي ثانيه عشان يحافظ لي على السيجنال دي موجوده لمده 10 مللي ثانيه، فاقدر افعل الايه، اكتف التي ار واحد واقدر اكتف الانهيبت في حاله الريزيديوال كارنت. يعني الحاصل انه لازم الايرث فولت يجي بعد الباور سوينج، حاله الباور سوينج على الاقل ب 10 مللي ثانيه، على الاقل ب 10 مللي ثانيه. دي كده ثالث حاله من حالات الانهيبت. رابع حاله بقى ممكن نعتبرها حاله خاصه من الاي نود، او حاله خاصه من وجود الريزيديوال او من تاثير الريزيديوال كارنت. تمام، الحاله دي هو شارحها بيقول لي هي حاله سيركت بريكر كلوز على سنجل فيس فولت بعد الاوتر كلوجر. يعني حصل فولت، السيركت بريكر خرج، بعد كده دخل تاني بعد الاوتر كلوجر، بس لما دخل على فولت ارضي، دخل على فولت ارضي، هنا بنعمل انهبت للباور سوينج. ليه؟ برضو احنا اتاكدنا ان هو اي نود، فانا مش محتاج اعمل بلوك اي ديستانس بروتكشن، او يعني مش هنختلف بقى اذا كان ده فولت ولا لا، لان هو خلاص طالما موجود اي نود يبقى هو فولت. تمام، وهو انا شارح الجزئيه دي بيقول انه على الرغم ان الفولت تم على فازه واحده بس، ولكن الفولت اللي تم على الفازه الواحده وخروج او فتح السيركت بريكر بتاع الفازه دي ممكن ياثر لي على الفازتين التانيين، وممكن يعمل لي فيهم سوينج، ممكن يأثر لي على الفازتين التانيين ويعمل لي فيهم حالة باور سوينج. ودي الحالة الايه الأخيرة، دي الحالة الأخيرة هنا اهو. تمام، هنبتدي بايه؟ دي سيجنال بتعبر لي عن التريب كوماند، يبقى انا جالي تريب كوماند للبريكر، المفروض ده اوف ديلي تايمر. يعني ايه؟ يعني هيأكتيف لي السيجنال دي حتى بعد ما السيجنال تروح بزمن التايمر. يعني لو التريب جت بواحد وراح التاني، الواحد ده هيفضل شغال لحد اما الايه التايمر ده يخلص، لحد اما التايمر ده يخلص، يبقى انا عندي تريب كوماند جت. التايمر ده المفروض يعبر لي عن اني وقت؟ المفروض يعبر لي عن وقت فتح البريكر بعد اما التريب كوماند جه، ووقت الديد تايم عشان الاوتر كلوجر يشتغل، ووقت القفل بتاع البريكر عشان يرجع الخدمه تاني ويشوف الاي نوت. يبقى التي اي اف ده المفروض يكون اكبر من الثلاث تايمات دول، الاوبن والدي تايم والكلوز. طيب بعد ما قفل، بعد ما قفل دلوقتي السيجنال دي بواحد، بعد ما السيركت بريكر قفل، لو قفل ولقى اي نود تشيك، يعني لو لقى ايرث فولت، بس شرط عندي يكون الثلاثه جوه الاوتر كاركترستيك، تكون الثلاث فيزات جوه الاوتر كاركترستيك عشان ايه ناكد ان هو عطل، نأكد إنه العطل إيه موجود في الثلاث فيزات. خلاص طالما أي نود موجودة يبقى يعمل لي إنهابت إنستانتينس. هنا بقى مفيش أي تايمر، هنا مفيش أي تايمر لأنه هو إيه داخل على فولت، فأنا ما ينفعش أعمل بلوك على أي برودكشن فانكشن. طالما داخل على فولت يبقى أنا لازم أخلي كل البرودكشن فانكشن أكتف عشان تطلعه لي بأسرع وقت. هنا هو حتة الـ TR واحد والتي ار اتنين مش جايبهم في التكنيكال مانيوال، بس جايبهم ب الايه الابلكيشن مانيوال. التي ار اتنين اهو، او خلينا نشوف التي ار واحد. التي ار واحد هو بيشوف تاثير الايه الريزيديوال كارنت ان هو يعمل انهابت ليه البار سوينج، وادي التي ار 2
في تايمر احنا عديناه اللي هو الهولدنج، اللي هو الهولدنج، الهولدنج ده اوف ديلي تايمر، بيفضل محافظ لي على الستارت سيجنال حتى بعد ما تروح لمدة التايمر ده، تمام. فانا لو عندي دلوقتي لو حصل حالة باور سوينج وبعد كده الامبيدنس خرجت بره الزد اوتر خالص، لو الامبيدنس خرجت بره الزد اوتر خالص المفروض ان هو بيعمل لي لاتش على الباور سوينج بلوك مدة التايمر ده، تمام. دي الايه الهولدنج، سموه الهولدنج تايم، هو شرحها برضو مش جايبها في التكنيكال مانيوال وجايبها في الابليكيشن. الهولدنج اهي، تمام. الهدف منها ان هو يضمن كونتينيوس اوت سيجنال من الباور سوينج ديتكشن اثناء الباور سوينج حتى ايفن افتر ذا ترانزيانت امبيدنس ايه ليفز ذا كاركترستيك اوف باور سوينج، يعني حتى بعد الخروج لمده التايمر. طب ليه قال لك اند اكسبكتد تو ريتيرن؟ لانه متوقع ممكن يرجع تاني خلال وقت قصير، تمام. احنا مش عايزين نتلخبط ما بين التي هولد والتي دبليو. التي دبليو دي الوقت اللي بيتحسب من بعد خروج الامبيدنس لحد دخولها تاني، الوقت اللي بيتحسب من وقت من بعد الخروج لحد الدخول تاني المفروض يكون اقل من التي دبليو. لو كان اقل من التي دبليو وبعد ما دخل قعد اكبر من التي بي 2 وبعد كده دخل للزد انر هيعمل لي باور سوينج، انما التي هولد ده خلاص يعني الامبيدنس خرجت تماما بره الاوتر كاركترستيك، فهيحافظ لي هيعمل لي لاتش على الباور سوينج بلوك مده التايمر ايه مده التايمر بتاع الهولدنج، تمام. انا عندي هنا الاكسترنال، دي الاكسترنال دي بقى بتعمل باي باس على الحاله بتاعت ال 1 اوت اوف 3 اوت اوف 3 دي، هي بتشغلها على طول. يعني لو انا فعلت الاكسترنال سيجنال دي يشغل لي الباور سوينج على طول، يشغل الباور سوينج على طول طبعا لو ما فيش انهيبت، لو ما فيش انهيبت. هي الاور جيت اهي، يا اما عندي 1 اوت اوف 3 او 2 اوت اوف 3 او الاكسترنال سيجنال. الاكسترنال سيجنال ممكن ايه البلوك دايجرام اهي، نفعل اي ايه اكسترنال سيجنال تفعل لي الباور سوينج. ده الـ الاوت الانبوت والاوت للبلوك دياجرام ده، الانبوت اللي هو الكرنت والجهد، البلوك ده اللي هتعمل لي بلوك للستارت سيجنال، البلوك 0 1 و 2 دي اللي هي بتعمل لي بلوك للانهبت مود، يعني البلوك 0 1 بلوك انهبت في حاله السلو باور سوينج، والبلوك 0 2 بتعمل لي بلوك لحاله السبسيكوينت ريزيديوال كرنت، خلاص. طبعا البلوك 1 فيز ريليس سنجل فيز، بلوك 2 فيز ريليس تو فيز، دي اللي بحدد على اساسهم الايه المود اوف اوبريشن سواء اوت اوف 3 او 2 اوت اوف 3. والاي نود تشيك دي بتيجي من الفيز سيلكشن، الاي نود تشيك دي بتيجي من الفيز سيلكشن اللي هي بتحدد لي وجود عطل ارضي. التي ار اس بي دي الاكسترنال، انا اسف اللي بتعبر لي عن سنجل بول تريب كوماند. واخر حاجه الاكسترنال اللي بتعمل ايه بتعمل لي ستارت، بتشغل الباور سوينج من غير اي مود، هي بتخش دايركت زي ما شفنا. الاوتس طبعا بيبقى في عندي ستارت للباور سوينج، والزد اوتر والزد انر اللي انا ممكن استخدمهم لي ممكن استخدمهم لي الزون ريتش عشان احدد بيهم الزون ريتش، تمام. دي كده الايه الباور سوينج لوجيك. طيب دلوقتي هنخش على الباور سوينج ديتكشن، الباور سوينج ديتكشن السيتنج بتاعته هنا اهو جوه الامبيدنس بروتكشن. اول حاجه في الباور سوينج ان احنا عايزين نرسم الزونات الزد انر وي الزد اوتر، هنا بنرسمها من خلال اكسل شيت، والاكسل شيت ده ممكن نرسم بيه برضو الزونات، تمام. نحط هنا السيتنج ده الباور سوينج ديتكشن دلوقتي اللي يخصنا،
بعد ما بنحط السيتنج بندوس براوز وبنحفظ باي اسم بي اس دي 1، ندوس سيف. بعد كده بندوس كليك واحده على البي اس بي، هنروح للمكان اللي احنا حفظنا فيه ونلاقيها ايه، هنلاقيها ظهرت. ممكن نشيل ده عشان كنا عاملينه قديم. تاني جوه الاكسل شيت ندوس براوز ونعمل بي اس دي، نحفظه باي اسم وندوس سيف. بعد كده نروح على البي اس بي وندوس كليك، نروح المكان نلاقي الجراف موجود. تمام، دي بدل ايه ما نقعد نرسم علقتين. طيب بعد كده هنخش في الفري جوين، نبتدي اختبار جديد. تمام، نعمل امبورت جراف، بس امبورت جراف لازم نروح للار اكس رام بالاول. بعد كده نعمل من هنا امبورت ريفرنس جراف، انا عايزه في الثري فيس بس، لان كده كده الباور سوينج يكون ثري فيس اونلي. خلاص كده نروح للمكان سبستيشن وورك، بي اس دي، اختار هنا كده دوس اوبن. خلاص فانزل لي، نزل لي انا هنا على الاي بي سي. تمام، نزل لي الزد انر والزد اوتر. طبعا انا مش هينفع اختبر الاتنين مع بعض، لان الاتنين مع بعض التايمنج بتاعه بصفر، فهو مش هيعرف ان هو يختبر لي الاتنين مع بعض. ده غير ان الاوتبوت بتاع الزد انر شامل معاه جواه الزد اوتر، يعني لما بيكون زد او زد انر بيكون برضه زد اوتر، لانه بالتاكيد لما بيخش جوه هنا برضه الاوتبوت بتاع الزد اوتر يعني شغال، لانه لما بيخش الانر كانه دخل الاوتر. فانا لازم افصل الاتنين عن بعض في الاختبار. فبنروح لإيديت جراف وبنحدد الزون واحد، الزون واحد هو بيعلمهولي. هنكبر السكيل شوية، خلينا نوصل 5 عشان نشوف. 8 وسطانه ماشي. فهو لما انا بشتغل على هنا الزون 1 بيحدد لي هو اللي جوه، والزون 2 بيحدد لي اللي بره. فانا هشتغل الاول على الزد اوتر، فايه هاجي عند زون 1 واعمل ديليت زون وادوس سيف ونطلع. بقى ايه بقى الزون اوتر فقط. طيب ناقص دلوقتي نعمل ايه، نحدد الاوتبوت. دلوقتي خش على ابلكيشن كونفيجريشن، انا دلوقتي عايز اني اوتبوت هاخد الزد اوتر بس، هاخد الزد اوتر بس على الاوتبوت. احنا هنا ايه محددينه اهو، سوري بعيد شوي، طلع ناخده خالص بعيد اهو. تمام اهو، يبقى خدنا الاوتبوت الزد اوتر فقط. بعد كده بندوس سيف تمام، وبعد كده بنعمل ايه رايت، احنا كده كده ايه عاملينه. نبدأ بسم الله نرمي رامب كده ونشوف. طبعا لازم احدد ايه اي بي سي. بسم الله تمام. دلوقتي ممكن نعمل كذا رامب، نقفل ده شوية. تمام، ونوقف بعيد كده خلاص وندوس ستارت عشان يبتدي فيهم كلهم مرة واحدة. اهو بيخلص ايه رمي بيخش على اللي بعده.
احدد ايه سيريفيس بس، لان الباور سوينج سيريفيس. هو دلوقتي خلص، لو عايزين نروح نعمله ريبورت. تمام، اختار اللي الشريكة الجديدة، نعمل الانفورميشن سيريال، يعني بعد ما بنخلص نحط المعلومات كلها ونعمل بريفيو تشينج سيلكت. تمام، الطريقة العادية نفس طريقة الريبورت بتاعت الديستنس اهو. تمام، كله ناجح. تمام، ده كده الايه الزور ريتش لي الاوتر. لو عايزين ناخد التايمنج بعد كده للزد اوتر، نروح للار اكس. تمام، النقط دي كانت موجوده قبل كده، لو عايزين نشيلها من هنا من كلير. طبعا انا معلم على الاي بي سي، والاي بي سي ما ننساش الايه النقطه دي بكررها كتير. تمام، نحط البوينتس 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. نعلم على اوتوماتيك وندوس ستارت. نعد عليهم كلهم، بعد كده نروح لريبورت. نعد بس الانفورميشن، نخلي دي زد اوتر تايم ريفيو سيلكت. في نقطة هنا مهمة، الحتة دي لان هي اخر بوينت مفيش بعدها، بتتساب مربعة بيضاء كده، لو عايزين نشيلها نشيلها، يعني لو عايزين نشيلها ونعيد الريبورت بنشيلها عادي. تمام، كمان تاني حاجة انه النتيجة ممكن تديني فيل، بس اهم حاجة ان هو هنا بص ممكن دي تبقى ايه، نعدلها برضو، نكتب احنا فيل باي برنامج، يعني اي برنامج تعديل نغيرها نخليها بس زد اوتر تايم سيف. بعد كده لو عايزين نعمل بعده الريتش بتاع الزد انر. تمام، نبتدي من جديد ونيجي هنا نعمل زد ون روح
نعمل import graph. تمام للثري فيز. ظهر كده نعمل edit. هنا بقى هنخفي الايه ال Z2 اللي هي الاوتر. نكبر السكيل شويه بس عشان نشوف. تمام نيجي عند Z2 اللي هي الاوتر وندوس ديليت زوم. نعمل سيف ونطلع. هنلاقي هنا بس الايه الايرور. طبعا ما ننساش نروح نعمل الاوتبوت على زد انر في اوتبوت. نشيل ده نشيل الوصلة بس. كونكت زيستنج فاريبل زد ام. سيف بعد كده رايت الرمبات دي كده كده اصلا موجودة منين من الاختبار اللي قبله. هو هنا هخلص نروح بقى نختبر بس عايزين نجرب على رمبي واحد الاول. رن تمام كده نجح. ممكن ساعتها كده نقف بره خالص وندوس ستارت. طبعا احنا معلمين برضو على الاي بي سي هنا وهنا عشان يشتغل على الرمبات كلها. خلاص واحد يدخل في التاني. تاش طبعا ان احنا ايه اي بي سي عشان النقطة دي مهمة جدا.
السلام ورحمة الله وبركاته. هو كده خلص خلص الاختبار، بنعمل برينت بنفس الطريقة، ننسش الانفورميشن نظبطها هنا وبريفيو سيلكت كي كي ستارت، بندوس ايه برينت وبنسيف. طيب احنا لو دلوقتي عايزين نعمل التايمينج للزدانر، نحط هنا كده بقى ايه البوينتس دي، كل ربع ايه 2 بوينت او 3 بوينت، نحدد اي بي سي اهم حاجة، وهنا اي بي سي لازم، ندوس ستارت. اهو طلبا على من على اوتوماتيك، يبقى هو يشتغل كله. تمام هو كده خلص كده خلص. هندخل دلوقتي بقى على اختبار الايه التايمرز، تايمرز التي دبليو بقى، والتي بي 1 2 والتي بي 2 والتي بي بي التي بي 2 والتي ار 1 والتي ار 2 والتي اتش. في البداية عشان نقدر نختبر التايمر دي، انا لازم اعرف حدود الايه الزونات فين عشان اقدر احط الامبيدنس ما بينها. فانا لازم اعرف الحد ده الاكس دي كام، القيمه دي كام، والدي القيمه دي كام، عشان اقدر احط ايه امبيدنس ما بينهم. الكلام ده ممكن نعرفه من ال تمام من الفريجا وين من الجراف بتاعه الزونات. ممكن دي طبعا الزد اوتر والزد انر مع بعض، نعمل ايديت نكبر السكيل شوية كده تمام. نقف هنا كده، نجيب الايه الزد انر القيمة بتاعتها 14.63، طبعا الزاوية 180 موجودة على المحور الرأسي، والزد اوتر 21.118، نفس الكلام لو احنا عكسنا هتبقى بالسالب، سالب 21 اهي وهنا سالب 14. طيب القيمة على المحور الار برضو نعرف نجيبها، نقف على ده قيمة 26، الزاوية هنا بقت 90 لان هي عمودية اهي، وهنا 32 برضو الزاوية 90. نسجل بقى القيم دي عشان نختبر بيها التايمرز. اول اختبار هنبدأه هو اختبار التي بي 1. التي بي 1 لو نفتكر هو الزمن اللي المفروض يقعده الامبيدنس ما بين
الاوتر والانر، وبعد كده يخش في الانر عشان نعتبره باور سوينج. طيب احنا هنختبره ازاي من جنرال؟ تمام، نيو تيست، نسيب الوضع ده زي ما هو، اتاكد بس ان دي 60 هرتز. هخش على سيكونس، هعمل ثلاث صفح، هعمل ثلاث صفح. الصفحة الأولانية هخليها هيلسي بأي زمن، مش فارقة معايا. الصفحة التانية هخليها ما بين الأوتر والإنر. طبعا احنا جبنا المسافة ما بين الأوتر والإنر، عاملين كان الأوتر تقريبا 21.118، والإنر كان 14.6. خلاص. فاحنا هنعمل امبيدنس ما بينهم، هنخلي الكرنت بواحد، وهنقلل في الجهد بحيث ان الامبيدنس تطلع بقيمة 16، والزاوية هنخلي زاوية كام؟ زاوية الجهد زاوية 90. طيب التي بي ون قيمته بكم السيتنج؟ طبعا في السيتنج انا ممكن اظهر البيزك بارامتر او الادفانسد، خلي بالنا من النقطة دي. طيب قيمته ايه؟ قيمته 40 ملي، قيمته 40 ملي. انا عامل هنا 100، يعني اعلى من الـ40، يعني هو هيقعد فعلا مدة اكبر من مدة التيون. طيب الحالة التالتة، عشان تكون حالة باور سوينج لازم يخش جوه الانر، مش لازم يخش جوه اي امبيدنس، يعني مش شرط يخش جوه اي امبيدنس عشان تبقى حالة باور سوينج، لا. يعني انا ممكن اخلي لو جبت مثلا الستارت بتاع الباور سوينج وحطيته على اوبوت لحاله، او جبت الستارت بتاع الباور سوينج وحطيته على للداية وعايز اختبر حالة الباور سوينج فقط ان هي عملت ستارت، فانا ممكن ما اخليش الحالة التالتة دي جوه اي زون، بس لازم تكون جوه الانر بتاعت بتاعت الباور سوينج نفسها. لو انا عايز اشوف حالة حالة الباور سوينج، ممكن نشوف الحالة دي. ماشي، لو روحنا كده جينا على الاوت هنا، وخلينا الاوت شيلته كده، وخدت الاوت على الستارت بتاع الباور سوينج اهو، اللي هو الزد دي ام بي ار اهو، الزد دي ام ار بي باور سوينج ستارت، وندوس سيف كده. انا بس عايز اشوف حالة الباور سوينج. ماشي، ممكن برضو للتأكيد ناخدها على الداية عشان نشوف اصلا الباور سوينج بتشتغل ولا لا. ماشي، ادي الليدات، الليد اهو بتاعه، وادي الريد. ماشي، واخدين الاولانية اللي هو البي ون اهو على الباور سوينج. ماشي، ندوس ايه رايت واي دي. تاني واحد رايت وريدي، ايوه عم. كده انا زي ما قلنا عايز اختبر حالة الباور سوينج الحالة. خلي مثلا 12، نخلي دي 12، ونخلي دي 3000. كده هو دخل جوه الانر المده دي، دخل جوه الانر المده دي. ممكن تبقى يعني ممكن تبقى اقل من زمن التي ار 2، مش مشكله. لو خلينا حتى 1001 من زمن التي ار 2 اللي هو
بعده بيحصل انهبيت. خلاص تأكد نشوف الاوتبوت هيقفل ولا لا. تمام اهو الاوتبوت قفل. طيب تعالى كده رقم 2 دي الصفحة التانية اللي هو زمن التي بي واحد ده خليه 20 ستارت. خلاص كده شكرا مفيش حاجة. طيب خليه 45 مفيش حاجة. خليه 50 مفيش حاجة. خلي 60 اهو. طيب حاجة تاني خليه جوه ما بينهم مدة مثلا 1000 او مدة اكبر من التي بي واحد بس خليها صفحتين بس يعني ما تخلوش يخش جوه الزد دي. هل هيكون في باور سوينج؟ مفيش. لازم يخش جوه الزد دي انار بتاعت الباور سوينج مش بتاعت اي فولت. تمام دي كده برضو ممكن تكون طريقة لاختبار التي بي ون. ممكن تكون طريقة لاختبار التي بي ون دلوقتي. طيب انا عايز بقى اختبر هل هيعمل بلوك على الديستانس وهيعمله بعد قد ايه اللي هو التي ار 2 اللي هو زمن التي ار 2. فانا هنا هنروح للاوت وهاخده على زد واحد تشيله من ال كده تشيله من الباور سوينج وناخده على زد واحد. انا هنا واخد اورجيت ما بين واحد واتنين عامل اورجيت ما بين واحد ما بين زد 2 ما بين زد 1 ماشي. عشان لو عايز اختبر على ده او ده ونعمل سيف. بعد كده نعمل رايت واي دي طيب. لو عايز بقى اختبر زي ما قلنا على الامبيدنس فانا هعمل ايه؟ هخلي الصفحه الثالثه دي يخش جوه الامبيدنس. تمام طبعا هجيب القيمه بتاعه الامبيدنس منين؟ ممكن بنفس الطريقه اللي جبنا منها الريتش بتاع الباور سوينج اللي هي من صفحه الديستانس وتخش على ايد الجراف وطبعا تحمل الايه الجراف بتاع الزونات تخش على الزون الاولانيه وتشوف الريتش بتاعها الاكس بكام والار بكام بنفس الطريقه اللي احنا جبنا منها الريتش بتاع الباور سوينج. تمام فاحنا جبناها الايه ممكن لو حطينا هنا مثلا 4 فولت و1 امبير تبقى دي يديني زون 1 يديني زون 1. عايز اتاكد ان الصفحه دي بس بتديني زون 1 بنعمل مانيوال ونحط زون 1 على البدايه ونايه وندوس ستارت نتاكد ان هو هيدي الصفحه دي فقط هتدي زون 1 ماشي. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ الصفحة الاولانية هيلث دخل ما بينهم قعد اكبر من التي بي 1 بعد كده دخل جوه الزد ايرور مش بس كده ده دخل جوه كمان حصل زد 1 فولت. طيب احنا قلنا هيعمل انهبيت امتى؟ هيعمل انهبيت بعد تي ار 2. طب لا قبل التي ار 2 هو ايه؟ هو بلوك. تي ار 2 كام؟ بثانيتين. فانا هعمل اول حاجة ثانية معنى كده ايه؟ معنى كده دي حالة بلوك. فتيجي نجرب دلوقتي هل الامبيدنس هتشتغل ولا المفروض ما تشتغلش لان ايه لسه ما قعدناش تي ار 2 بعد تي ار 2 بيعمل بلوك. فهنشوف هنعمل بلوك على الامبيدنس ولا مش هيعمل. تمام بسم الله
مفيش اي امبيدنس اشتغلت. طيب كبر دي شوية خليه يعود لي مثلا اكبر من الـ TR2. اهو ترب، طبعا ترب بعد الـ TR2، ترب بعد الايه الـ TR2. طب لو انا عايزه يترب انستانتينيوس، لو انا عايزه يترب انستانتينيوس خلاص خليها مش حالة ايه، مش حالة باور سوينج، يعني قلل دي عن 40، خليها خليها 20، فهو قاعد ما بينهم فترة اقل من التي باوند، فدي مش حالة باور سوينج. فلو اشتغلت خلاص هيترب انستانتينيوس اول ما الدول تحصل، اهي ترب انستانتينيوس. طيب كبر دي زي ما قولنا نخليها مثلا 60، بعد كده حالة ايه باور سوينج. طيب ستارت، طبعا لو عايزين بقى الزمن بالظبط اللي هو تي ار تي، ممكن ايه ممكن نقل شويه نخليها مثلا 2050 او نخليها 2000 بالظبط. بس ستارت مفيش حاجه تربت، تمام، لانه ما كملش تي ار 2. طب 2060 كده كاني بختبر تي ار 2، اهو ساعتها هيتر. طبعا هو مدي هنا علامة الفيل لان المفروض التريب تايم يكون ايه كبير، او نخليه على الاقل 2000. تمام يبقى دي كده ايه اختبار التي ار 2 واختبار التي دون. تيجي ان زي ما قلنا لو خلينا ولا مثلا 40 بالظبط دي كده مش على باور سوينج، هنا يترب الانستانتينيوس، كده ترب الانستانتينيوس اهي. ده لو عايزين نختبر الايه تي بي 1 خليها مثلا 60 يترب بعد تي ار 2، ده كده اختبار تي بي 1 واختبار الايه تي ار 2 وترب بعد ال تي ار 2. طب دلوقتي هنخش في الزمن اللي بعد كده اللي هو الايه الهولدنج تايم والتي بي 2. هناخد الزمنين مع بعض، الهولدنج تايم والتي بي 2 الاثنين بيستخدموا مع الكونسيكوتيف باور سوينج. الكونسيكوتيف باور سوينج معناه حاله باور سوينج متتابعه، يعني حصل حاله اولانيه وبعد كده الامبيدنس خرجت في اللودنج اريا وبعد كده حصلت حاله تانية وبعد كده حصلت حاله تانية. ففي حدوث الحاله التانية بقى الباور سوينج بيكون له ايه كاركترستيك او بيكون له سبيسيفيكيشن مختلف، بيكون له مميزات مختلفه، اللي هو ان هو مش هيقعد ما بين الاثنين نفس زمن التي بي 1 اللي هو الكبير، لا ده هيقعد زمن اقل على اساس ان هو كان في باور سوينج حاله قبل كده حصلت فهو لسه متعرف عليه، لسه متعرف عليه. فالشرط هنا هو شرط حدوث الباور سوينج المتتابع هو انه الباور سوينج لما يخرج يقعد زمن اقل من زمن التي هولدنج، ولما يدخل تاني يقعد زمن اكبر من زمن التي بي 2، يقعد زمن اكبر من زمن التي بي 2. يبقى المطلوب السيميوليت المطلوب السيميوليت المطلوب ان انا اعمل كده على ثلاثة، السيميوليت المطلوب ان انا اعمل حالتين باور سوينج ورا بعض، بس اول حالة ما يحصلش تريب، يعني افصلها قبل تي ار 2، افصلها قبل زمن تي ار 2. فهنروح للحالة الاولانية هيلثي، التانية دخل جوه وقعد زمن اكبر من التي بي 1 وقعد زمن اكبر من التي بي 1، التالتة التالتة هنا عشان حالة الباور سوينج دي لازم يخش جوه الزد ار، فمش مهم دخله جوه اي زون، يعني يا اما دخله جوه الزد انر يا اما دخله جوه اي زون مش فارق. المهم عندي ان دي حاله باور سوينج، والمهم اكتر ان هي ما يحصلش تريب، يعني اقل من تي ار 2 اقل من تي ار 2. طب الرقم 4 او الصفحه الرابعه، الصفحه الرابعه ايه خرج، طب خرج قعد مده قد ايه وهو ورا، اقل من التي ويتنج، التي ويتنج 250 مللي، فنحطها مثلا ايه 200 خلاص. طيب بعد كده دخل ما بينهم قعد زمن
اكبر من التي بي 2. التي بي 2 اللي هو كان 30 او 20. التي بي 2 اللي هنا هو تي بي 2 اللي هو 20 ملي، اللي هو 20 ملي. بعد كده في تريب او اكبر من تي ار 2، ده هيحصل هنا تريب. يبقى كده هي فعلا حالة اتنين سوينج ورا بعض، اسمه consecutive power swing، اتنين سوينج ورا بعض. بس السوينج الاول انا لحقت التريب، فيه اللي هي الصفحة، انا اسف الصفحة التالتة اهي، لحقت التريب. ما عملش تريب لانه زمان اقل من زمن تي ار 2. لو كان زمان ده اكبر من زمن تي ار 2 كان هيترل، تمام، كان هيبقى حالة باور سوينج وحصل لها انهبت بزمن تي ار 2. انما انا لحقتها وخرجت الامبيدنس تاني بره، قعدته زمن اقل من التي ويتنج، دخلته تاني ما بين الاتنين، قعدته زمن اكبر من التي بي 2، خليها مثلا اتنين، دخلته تاني قعدته زمن اكبر من التي بي 2، وفي الاخير عملت ايه؟ عملت حالة انهبت للبلوك، ان انا كبرت الزمن ده اكبر من زمن التي ار 2. طيب يهمني جدا، وانا بختبر التي هول التي ويتنج، ان انا اعمل التي هولدنج صفر، ان انا اعمل التي هولدنج صفر. وهنعرف ليه لما نيجي نختبر التي هولدنج، تمام. طيب المفروض تبع للسيكونس ده هيحصل ايه؟ هيحصل تريب بس بعد زمن التي ار 2، هيحصل تريب بعد زمن التي ار 2. طيب نشوف، بسم الله. طيب تمام، يبقى الزمن حصل بعد زمن ال تي ار 2. طيب لو انا جيت في ال تي ويتنج ده كبرته، يعني بدل ما كان المفروض اقل من التي ويتنج، لا خليته اكبر من التي ويتنج، هو وقع كده بره اكبر من التي ويتنج، وقع جوه لما دخل تاني، خلي لي ده واحد، ولما دخل تاني يبقى اللي تبع التي بي 2 المفروض هنا قعد اكبر من التي بي 2، وهنا تر، هيحصل ايه؟ تعال نشوف. فيجا فصلت، سيكونس. طيب نرجع تاني ستة، نعدهم مع بعض. الحالة الأولى هيلسي بأي زمن، تانية ما بين الاتنين أكبر من زمن التيبون، تالتة دخل جوه بس زمن اقل من التي ار 2 عشان يعمل بلوك، رابعه خرج بره، هيلسي يعني، تمام، بزمن احنا عملنا الحاله التانية اللي هو اكبر من التي هولد التي ويتنج اللي هو 300. الخمسه دخل ما بينهم تاني، زمن ايه؟ اكبر من التي بي 2 اللي هو ايه؟ اللي 40. الاخيرة يحصل تريب والزمن اكبر من زمن التي ار 2، تريب اللي ده واحد. نأكد على الصفحة تاني، الصفحة الاولانية هيلسي بأي زمن، الصفحة التانية ما بين الاتنين اكبر من التي بي 1، تالتة حالة فولت بس في بلوك لانه الزمن ده اقل من تي ار 2، تي ار 2 هو اللي بيعمل انهبيت للبلوك فلازم يعدي تي ار 2. الرابعة دي حالة هيلسي زمن اكبر من التي ويتنج، الخامسة حالة ما بين الاتنين ما بين الانر والاوتر زمن اكبر من التي بي 2، والاخيرة حالة التريب هنا تي ار 2 اكبر من تي ار 2، يعني المفروض يعمل تريب. تعال نشوف هيعمل تريب بعد تي ار 2 ولا هيعملوا انستانتينيوس.
عملوا instantaneous. عملوا instantaneous. طب ليه عملوا instantaneous؟ لان انت في الحالة التانية، في الحالة التانية لما هو طلع بره، في حالة البورسونج التانية يعني، لما هو طلع بره قعد زمان اكبر من التي ويتنج، والمفروض يقعد زمان ايه اقل من التي ويتنج. طيب اقدر يا عم، انا معاك ان هو قعد زمان اكبر من التي ويتنج، خلاص لو قعد زمان اكبر من التي ويتنج يبقى هو لو دخل تاني مش هيعتبر التي بي 2، هيعتبر بالتي بي 1، لانه لو دخل تاني هيعتبره بره سوينج كتير مش كونسيكوتيف، مش هيعتبره متتابع، لا ده هيتعامل معاه انه جديد. فلو انا كبرت الزمن ده خليته اكبر من التي بي 1 60 مثلا، المفروض كده يترب بعد تي ار 2. ترب بعد التي ار 2 ليه؟ لان انا طالما خلاص قعدت اكبر من التي ويتنج، لو دخلت تاني هتعامل مع التي بي 1 مش هتعامل مع التي بي 2، هتعامل مع التي بي 1. طيب لو عايزين بقى نختبر الزمن ده بالظبط، مثلا نخليه 230 برضه، وقف ديلي عند 250 ماشي، ونخلي مش مشكله بقى الزمن ده نخليه 40 زي ما هو، ونشوف لو عايزين نختبره بالظبط يعني. هنا ترب انستانتينيوس، طيب التي ويتنج المفروض هو اقل من 250، نعمله مثلا 210 هنا ترب ايه كده اشتغل صح كده، هو قعد التايم هولدنج. طيب لو انا عايز بقى اثبت التايم هولدنج ده واختبر التي بي 2 نفسه، يعني هو قعد بره زمن اقل من التي بي هولدنج والدنيا تمام، بس جوه عايزين نختبر بقى التي بي 2. التي بي 2 المفروض من 20، طيب ايه اللي عن نخليها مثلا 35، المفروض يقعد زمن اكبر من زمن التي بي 2 اللي هو زمن اكبر من 20. طيب تمام نخليها زمن 25، instantaneous نخليها زمن 30، instantaneous 35، تمام يبقى هو عند 35، يبقى الايرور بينهم تقريبا 15 ملي سكند. ده كده طريقة اختبار الايه التي ويتنج والتي بي 2. فالتي ويتنج والتي بي 2 لازم اعمل ايه حالة كونسيكوتيف باور سوينج. يعني ايه كونسيكوتيف باور سوينج؟ يعني حالتين باور سوينج ورا بعض، منهم الحاله الاولانيه مش هيحصل فيها تريب. ليه؟ لان انا مقلل زمن التي ار 2 مقلله، وبالتالي عامل ايه؟ عامل بلوك على الانهابت، يعني عامل استمراريه لحاله البلوك، يعني عامل استمراريه لحاله البلوك. لو نفتكر تي ار 2 بسرعه، تي ار 2 ده هو اللي بيعمل انهابت، هو اللي بيعمل انهابت، فانا عامله اقل من التي ار 2، فبالتالي حاله البلوك مستمره. ده الكلام ده في الباور سوينج الاول. ليه؟ طب الباور سوينج الثانيه، الباور سوينج الثانيه مشيت الاول ب السيكونس بتاع ان هو لما يطلع يقعد تايم اقل من التايم هولد، ولما يدخل يقعد تايم اكبر من ايه من التي بي 2. واختبرت التايمين، واختبرت التايمين. طب عايز ما 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 اعكس الحاله دي، يعني عايز اخلي ما خليهاش حاله كونسيكوتيف باور سوينج، اخليها حاله تانية. فانا عملت ايه؟ يا اما تزود التايم ويتنج او الويتنج تايم، بمعنى ان هو لما يطلع يقعد اكبر من التايم من الويتنج تايم، فلما يدخل تاني يتعامل كانه باور سوينج جديد بالتي بي 1، يتعامل كانه باور سوينج جديد بالتي بي 1. دي الحاله العكسيه ليها. فدي كده طريقه اختبار الايه تي بي 2 والتي الويتنج تايم. طيب بالنسبه لي التايمر الاخير اللي هو التي هولدنج، الهولدنج تايم ده عباره عن موف ديلي تايمر، بيحافظ لي على السيجنال بتاعه الستارت مده التايمر ده، بيحافظ لي على السيجنال بتاعه الستارت مده التايمر ده اللي هو ده. خلاص طيب ده ايه تاثيره على
عايزين نعرف تأثيره ايه على الكونسيكوتيف باور سوينج الحالة اللي احنا لسه عاملينها اللي هي بتاعة التي اي تي بي 2 والتي 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 دبليو اللي هي الويتنج تايم. المشكلة ان في تداخل ما بين الاتنين دول، عشان كده احنا قلنا التي هولدنج لازم يبقى بصور عشان نعرف نختبرهم، ان بيبقى في تداخل ما بين الاتنين دول من اول ما الزمن يطلع بره ويقعد تايم اكبر من التي دبليو، لانه لما يطلع بره ويقعد اكبر من التي دبليو التايم بتاع التي دبليو بيتحسب ضمن التي هولدنج. التايم بتاع الدي دبليو بيتحسب ضمن التي هولدنج بفرض ان احنا عملنا التي دبليو هنا اهوت 250، والتي هولدنج هنعملها 500 مللي خلاص، ونبعت تمام. فخلينا ايه نشرح اللي هيحصل ايه. الصفحة الأولانية كان بره بأي مدة، الصفحة التانية دخل ما بينهم أكبر من التي بون، الصفحة التالتة دخل جوه الإنر نفسه بس زمن قعد زمن أكبر من التي أر تو، يبقى كده ايه دي حالة باور سوينج ناجحة، حالة باور سوينج ناجحة وعامل بلوك مع إن في تريب بس ده زمن أقل من التي أر تو يبقى في بلوك. طيب الصفحة الرابعة هو طلع بره وقعد زمن، خلينا نقول ان هو 260، يعني قعد زمن اكبر من التي ويتنج. طيب لما يطلع بره، خلينا بس نرجع للوجيك ديجرام تاني، مش لما هو يطلع بره اصلا، لما هو يطلع بره يبقى الاوت ده بصفر، الاوت ده اللي هو جاي منين؟ من الديتكشن. طول ما هي حاله باور سوينج فالاوت ده بواحد خلاص، اول ما يطلع بره يبقى حاله الباور سوينج راحت، يبقى ان الاوت بكام؟ بصفر. فمن اول ما يطلع بره اللي هو زمن التي الويتنج تايم كله، من اول ما يطلع بره يعني من اول ما الاوت ده بصفر، ده يعتبر عامل اكتيفيشن للتي اتش خلاص. فمن اول ما بقى بصفر يعني من اول ما طلع بره التي اتش بدا يعد خلاص، راح من ال 500 كام اللي هما بتوع اتش التي اتش، راح منهم ال 260 بتوع التي ويت، راح منهم ال 260 بتوع التي ويت، وكل ده الباور سوينج لسه شغال لان ده عامل هولد ليه، حاله الباور سوينج لسه شغاله. طيب لو طرحنا 500 من ال 260 اتبقى 240، يعني بعد الصفحه بتاعت ال 260 خلاص الباور سوينج بلوك لسه شغال، لسه قدامي 240 ثانيه الباور سوينج معمول فيهم هولد. طيب هنروح للصفحه اللي بعد كده اللي هي الصفحه رقم 5، هنفترض ان احنا مخلينها 40، يبقى هنزود على ال 260 كام؟ هنطرح من ال 240 اللي باقيين، هنطرح منهم كمان 40. يعني انا دلوقتي بعد ما الصفحه دي انتهي قدامي 200 ثانيه معمول بيهم لسه معمولين هولد، يعني لسه حاله الباور سوينج شغاله. لو انا رحت في الصفحه الثالثه وعملت تريب، لا يمكن يترب انستانتينس. طب هنقول لي لا يمكن يترب انستانتينيس، هو دلوقتي مش التي ويتنج ده خلاص عدى التايمنج بتاعه صح كده؟ وطالما عدى التايمنج بتاعه المفروض لو دخل يخش بزمن التي بي 1 والزمن ده اقل من التي بي 1 يبقى المفروض يعمل ايه؟ يترب انستانتينيس. ليه مش هيترب انستانتينيس؟ ليه؟ لان لسه في 200 ملي في التي هولد، لسه السيجنال بتاعه الباور سوينج بلوك معمل لها هولدنج في 200 ملي. هيترب هو بعده شوف كده، بس كده اسف مش ديستنس، احنا عايزين جنرال. سيكونس ست تين الاولاني هيلسي بأي وقت، التاني ما بينهم زمن اكبر من التي ون، التالت دخل جوه زمن اقل من التي ار تو يعني حالة ايه بلوك، الرابع خرج تاني زمن اكبر من ده صفر واحد من عشر، خرج تاني بزمن اكبر من التي ويتنج اللي هو 260،
اكتيفيتنج ب 250. بعد كده دخل تاني، دخل تاني زمن اكبر من التي بي 2 واخر حاجه اللي هو ايه، حصل تريب وهنا زمن اكبر من التي ار 2 مش مشكله. تمام، طيب نشوف هيحصل ايه. ترب بعد قد ايه؟ بعد 200 اللي هما بتوع الهولدنج، يعني ترب بعد تايم الهولدنج، ترب بعد تايم الهولدنج. طيب لو احنا جينا في الصفحة مثلا رقم 4 اللي هو لما خرج، وحطينا بدل خلينا دي 260 خلينا 500، يعني لما خرج ضيع تمن الهولد، ضيع تايم الهولدنج كله، يعني لما خرج بقى صفر. تمام، التايم هولدنج ده هيحافظ على السيجنال بواحد لمدة كام؟ 500. خلاص انا هخلي ال 500 كلهم في الصفحة دي، بحيث انه يجي الصفحة اللي بعدها يبقى ايه؟ يبقى زيرو خلاص، يبقى مفيش هولدنج للسيجنال. يبقى من اول الصفحة دي، من اول الصفحة دي كده الباور سوينج يعتبر ايه؟ السيجنال بتاعته صفر، مفيش هولدنج عليه. تمام، ندي ستارت. ترب انستانتينيس، ترب انستانتينيس، ودي برضو طريقة لاختبار الايه؟ الهولدنج تايم، طريقة لاختبار الهولدنج تايم. بس اهم حاجة واحنا بنختبر ال تي دبليو تي بي 2 الهولدنج تايم يكون صفر، الهولدنج تايم يكون يكون صفر. طيب لو جينا بقى في الاخر خالص كده وجينا في الصفحة دي، احنا دلوقتي قلنا من بعد الصفحة الرابعة خلاص عدت التايم بتاع التي هولدنج اللي هو مثبت لي السيجنال، خلاص عديناه كله، فمن اول الصفحه دي السيجنال دلوقتي بصفر. طيب لو انا جيت قعدت ما بين الاثنين دول زمن اكبر من التي بي 1 مش التي بي 2، 70 زمن اكبر من التي بي 1، بعد كده دخلت على الانر، المفروض يترب بعد الايه؟ يترب بعد التي ار 2. يعني انا كده عملت ايه؟ حاله اتنين باور سوينج بس غير متتابعين، بس غير متتابعين، بس جيت على التايم ويت كبرته قوي، خليته كمان اكبر من التي هولد، خليته كمان اكبر منين؟ من التي هولد. يعني ارجو ان تكون الايه الفكره بتاعت التي هولد دي ظهرت، والتداخل ما بينها وما بين الايه وما بين الويتنج. هنقولها لاخر مره دلوقتي، السيجنال حالب في حالب باور سوينج، في حالب باور سوينج، يعني الاوت ده بواحد. خلاص التي هولد لازمته ايه؟ التي هولد ان هو يحافظ لي على الاوت ده بواحد زمن التي هولد. يعني لو زمن التي هولد ده 500 مللي، يعني هيبقى فيه واحد، يعني الستارت دي هتبقى بواحد لمده 500 مللي. طب بعدها، بعدها هو اصلا بره، هو طلع بقى له 500 مللي، يبقى بعدها هيبقى بصفر، يبقى بعدها هيبقى بصفر. تمام، ده كده طريقه اختبار الايه؟ الهولدنج. طيب هل في طريقه تانية ان احنا نختبر فيها الهولدنج تايم دي غير الكونسيكوتيف، غير طريقه الكونسيكوتيف باور سوينج؟ ايوه طبعا في طريقه تانية، اللي هي ان انا اطلع السيجنال خالص من بعد اول حالة باور سوينج، يعني مش لازم اعمل حالة باور سوينج تاني. فهتبقى مكونه من 5 صفح، الصفحه الاولانيه حاله هيلثي باي تايم، الصفحه الثانيه ما بين الانر والاوتر فتره اكبر من التيبيون، الصفحه الثالثه حالة فولت بس ايه في بلوك لان الزمن اقل من التي ار 2، الصفحة الرابعة هو طلع خلاص هطلعه، الصفحة الخامسة في تريب. طيب يبقى اللعب كله فين؟ في زمن الطلوع اللي هو الهولدنج ده، لما يطلع هيقعد قد ايه مثبت؟ طيب لو انا عامل التي هولدنج ب 500، لو انا عامل التي هولدنج ب 500 500 مللي اللي هو ده تي اتش، فانا هخلي دي 500، هخلي دي 500 وهشوف هيحصل تريب ولا لا، يعني هشوف البلوك سيجنال معمول لها لسه، معمول لها هولد بعد ال 500 ولا مش معمول لها هولد. طيب درب
انستنتينيوس. طيب يبقى كده مش معمول لها هولد. طيب اجي هنا اهو لما طالع خليه زمن اقل من الايه، من التي هولد، خليه مثلا 580، اسف 480، كده زمن ايه اقل من التي هولد. ترب برضه، بس ترب بعد قد ايه؟ بعد 42. يعني ايه؟ ما انت لما عملت 480 كان في لسه 20 مللي ناقصين من الهولد، يعني 20 مللي ما لسه فيهم بلوك، يعني بلوك لمدة 20، فعمل ترب بعد ال 20. طيب نيجي هنا كده ونعمل 450، يبقى الهولد زمنه كام؟ 50. يبقى هيعمل ترب بعد الهولد، يعني بعد ال 50. دي بس كده. سيكونس خمس صفح، الصفحة الأولانية هي السيب أي تايم، التانية ما بين الاتنين مدة أكبر من التي ون، التالتة احنا قولنا الأقل لزمن التي أر تو عشان أنا مش عايز يحصل تريب، الرابعة خارج خالص، الرابعة خارج خالص لزمن قولنا زمن 450. يعني ايه لو انا عامل الهولدنج؟ طبعا الزمن ده كده كده لازم يكون اكبر من التي ويتنج عشان انا مش عايز حالة كونسيكوتيف باور سون. فهنا ايه لسه في 50 ملي من الايه، من الهولد، يعني لسه في 50 ملي مستمر البلوك 50 ملي. لو هنا حصل تريب المفروض يحصل بعد ال 50 ملي، المفروض يحصل بعد ال 50 ملي. بسم الله. طبعا نخلي الصفحة الأخيرة دي أكبر من التي ار 2 عشان يحصل ايه، حصل بعد ال 50، حصل بعد ال 50. أنا آسف حتة إن هي التي ار 2 دي ملهاش علاقة، الصفحة الأخيرة ملهاش علاقة بالتي ار 2 لأن ايه دي مش حالة باور سونج أصلا، مش حالة باور سونج لأنه طلع خلاص وقعد أكبر من التي ويتنج، ولما دخل ايه ما عادش زمان التي بون. تمام، فادي 76. طيب خلي لي يا عم الزمن ده 400، لما اخليه 400 معنى كده ان في 100 مللي ويتنج، يعني 100 مللي لسه في بلوك، فلو هيجي يترب هيترب بعد ال 100. تمام 121. تمام كده، يبقى كده لو عايزين نختبر ليه الهولدنج تايم ده منفرد مش لازم في حاله الكونسيكوتيف باور. لو عايزين نختبر التي ار 1، التي ار 1 اللي هو الزمن اللي بيعمل فيه انهبت او اللي بيعمل بعده انهبت للباور سوينج، لو شاف ايرث فولت، لو شاف ايرث فولت اللي هي هنا الاي نود تشيك. تمام، الاي نود تشيك هنا جايه لو رحنا للبلوك دايجرام بتاع او الفانكشن بلوك بتاع الباور سوينج، يعني ليه ان هي جايه منين؟ جايه من الفيس سيليكشن اهي، جايه من الفيس سيليكشن، اللاين نود تشيك بتاعت الفيس سيليكشن. تمام، و بعد كده زي ما قلنا هنعمل انهبيت لي الباور سوينج بعد ايه، بعد التي ار 1، يعني ممكن نعتبره زمن البلوك الاي زون تريب في حاله ان هو شاف ايه، شاف اي نود او شاف ايرث فولت. ايرث فولت هنا هنعمل لها سيميليشن زي ما هنشوف بالزون ايرث، زون 1 ايرث. تمام، طبقا للوجيك فهو لازم الاول يشوف حاله باور سوينج. تمام، بعد كده هيروح للاند جيت دي، في البدايه مش هيكون فيه اي نود. تمام، هيستنى فيكس التايمر 10 ملي سكند، بعد كده هيحصل اي نود وهيروح للاند جدي وهيستنى زمن التي ار 1 عشان يعمل انهبت للباور سوينج ستارت. تمام، ففوق التي ار 1 المفروض انه هيكون في 10 ملي سكند فيكس التايمر. هنسيميوليت الكلام ده باربع صفح، الصفحه الاولانيه هتكون هيلسي، الصفحه الثانيه ما بين الانر والاوتر، ما بين الانر
والاوتر. احنا هنا عندنا الاوتر بقى 12، الريتش بتاعه والانر بقى 6، فبينهم هما الاتنين يعتبر 8 عند التمانية والزاوية 90 في الكرنت. هيستنى زمن اكبر من زمن ال تي بي 1، وبعد كده هيخش جوه الانر. تمام، طبعا دي بتحقق زون 1 3 فيز اللي هي تعتبر برضو جوه الانر، وهيستنى زمن اقل من زمن التي ار 2، لان انا مش عايز يعمل ايه انهبيت بالتي ار 2، انا عايزه يعمل انهبيت دلوقتي بالتي ار 1، فهستنى زمن اقل من زمن التي ار 2 سوري. تمام، والصفحه الرابعه دي كده الصفحه كانت الصفحه الثالثه اللي كنا بنشرحها. الصفحه الرابعه بقى هيعمل ايه؟ هيخش جوه الزد 1 ايرث، هنعمل سيميوليشن للزد 1 ايرث. انا عندي هنا الريتش بتاع الزد 1.1 يعني حاجه قليله، فانا مخليها هنا نص وزاويه 90 في الجهد، ومفعل هو طاير واحد بس، وبرده هنا ايه جهد واحد بس بحيث ان هو يحقق لي زد 1 جراوند فولت. الزمن هنا هخليه زمن اكبر من زمن التي ار 1 زائد الايه التايمر الفيكسد اللي هو ال 10 مللي. فزمن التي ار 1 احنا حاطينه هنا بكام؟ ب 300 في السيتنج. ادي التي ار 1 اهو ب 300 مللي و10، يبقى 310. وزمن الكونتاكت ممكن يكون مثلا 30 ولا حاجه، انا متوقع زمن في حدود 300 حاجه و40 او 350. تمام، واخد طبعا الاوت على ايه؟ على زد 1. اشتغل تمام، ترب على 351. لو خلينا مثلا تي ار 1 ده ب 200 مللي، تلتمية واحد وخمسين دي اللي هي التلتمية، وبعد كده مزود العشرة بتاعت الفيكس التايمر بقى 310، والباقي زمن الكونتاكت. تمام، تقريبا على 249.